تامر حسني وعن الكولاب الجديد بتاعه بعد ما عمل اغنيه ناسيني ليه مع الفنانه السعوديه اسيل عمران. الفيديو كليب كان اون فاير، ناس كتير قوي عجبها الفيديو كليب، وناس كتير قوي اكتر حاجه حبتها كان تمثيل اسيل، وده كان يعتبر اسيل اوريدي مثلت قبل كده في مصر بس كانت حاجات بسيطه جدا، وكان تقريبا برضو مع تامر حسني في مسلسل ما بس ما اخدتش الصيت الفظيع وما اخدتش الترند غير لما عملت الفيديو كليب ده، لانه كان بجد كان فيه لقطات تمثيليه فعلا رائعه. انا شخصيا حد مش بتابع قوي تامر حسني، مش بتابع قوي الفيديو كليبس، بس لفت انتباهي جدا تمثيلها وكنت مبهوره بيها، وكنت فاكراها اصلا حد لسه مبتدئ وحد مش مشهور، مش عارفه ان هي ممثله سعوديه اوريدي معروفه وان هي مثلت في مصر قبل كده. من بعد الاغنيه دي كانت بجد انطلاقه الاسيل في مصر، مثلت مسلسلات، بدأت عملت كولابس مع لوريال، حاجات بقى على المينا ريجن كله، فبجد كانت يعني فتحت خير على أسيل خلينا نقول. فالخبر الجديد ان هم بعد نجاح أغنية الناسيني ليه، عم هو تامر حسني عامل أغنية جديدة اسمها حوة تقريبا، وهي هتكون برضو بطلة الفيديو كليب معاه. الفكرة بقى انه الفيديو كليب ده is not just a video clip، هو يعني part من project أكبر. وهو تامر حسني الفيديو كليب بدأنا هينزل يوم الخميس which is بكرة، هينزل الساعة 6. والبوينت از انه زي ما قلنا هو بروجكت كبير تقريبا مكون بقى من كذا فيديو كليب تيلينج بيجر ستوري، فهي تكون بقى تقريبا البطل اللي معاه في كل الفيديو كليبس او في كل الهول ثينج يعني. واغنيه حوا دي تقريبا من البوم، مش تقريبا هي من البوم هرمون السعاده. و بس كده انا بالنسبه لي ماي فيرست انتدكشن لاسيل كان هي تقريبا من اول الناس في العالم العربي اللي عملوا رياليتي شو. صح ده حقيقي، انت قلتي الموضوع ده فعلا كان هي وهير اكس هازبند اي ثينك. انت اللي حكيتي لي فعلا، انا ما فيري كونتروفيرشال كان على ام بي سي 4 او ام بي سي 2 حتى ام بي سيز يعني. وكان فيري كونتروفيرشال واظن اتكنسل في الاخر بسبب ان هو كان في عليه ا لوت اوف باكلاش، فانا ما اعرفش ليه ذس از اولويز جونا بي سمثينج اي ريممبر فور هير. على فكره ده غير رايي، بس هي برافو عليها عشان هي عملت ري براندنج محترم يعني. انا اعتقد انه ناس قليله جدا وهتلاقي من الناس اللي اوريدي الفان اوف رياليتي شوز او سعوديين اللي متابعين قوي التراك ده، فلانه موضوع الرياليتي شو ده مش منتشر حتى بعد ما هي انتشرت وشي وانت فايرل وبدات ترند وتمثل في حاجات في مصر، ما حدش منشن الموضوع ده، الناس قليلين جدا اللي عارفينه او فاكرينه. ف ريلي نايس، جود جوب، جود ريبراندنج، ويلكم تو ايجيبشن ميديا.